بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ نرسم الجسور. طبعا يفضل انك ترسم الجسر ما بين العمود والعمود، تمام؟ كل جسر على حدة، ما فيش مشكلة لو رسمت من هنا الى هنا، لكن بتكون متعب فقط في استخراج النتائج، ولا النتيجة هي بتكون نفسها في الاخير. فقط لما تستعرض النتيجة او تستخرج النتيجة بيكون في معاك انه بيظهر لك النتيجة من هنا الى هنا، وانا احيانا اشتهيها لهذا فقط، تمام؟ فنرسم على جسر جسر. طيب هذا الجسر الاول، الجسر الثاني، الجسر الثالث كعبولي ثانوي، وارجع اشوف المخطط اللي عندي، في هنا جسر، واخرج وارجع اضغط مرة ثانية. بهذا الشكل أخرج مرة ثانية، تحرص على النقاط، مهم جدا ان النقاط تتواصل مع بعضها البعض عند مركز العمود، فاهم قصدي؟ ضروري. ضروري جدا. انت هنا تتعامل مع برنامج محاكاة انشائي. ها؟ تمام. معي جسر ثانوي هنا، ومعي جسر هنا، باقي معي الجسر الدوراني اللي هنا. طبعا بطبيعة الحال في النمذجة الإنشائية إذا أنا سويت هنا جسر دوراني يتعرف عليه على أنه مجموعة من الجسور الصغيرة جدا، وهذه الطريقة بعد ما أستخرج النتائج غير صحيحة. كيف تعمل؟ تضيف نقطة في هذا المكان ونقطة في هذا المكان وتنمذج ثلاثة خطوط بحيث انه يطلع تقريبا دوراني، تمام؟ طيب كيف اضيف الان نقاط؟ هنا الدرس الجديد، كيف تضيف نقاط؟ اول حاجة لازم تعرف كم تبعد النقطة عن هذا المكان، كم من هذه النقطة كم تبعد الى هذا المكان، ومن هذه النقطة كم تبعد الى هذا المكان، اوكي؟ طيب او من هنا عادي. أشتي أقيس الآن باستخدام الخطوط هذه، المسافة هنا أربعة. طيب من draw dimension line، واحد ونص، تمام. طيب لو حاولنا بشكل تقريبي نعرف كم المسافة من هنا، يعني بشكل تقريبي هنا وهنا من النظر بشكل تقريبي من هذه النقطة، تمام؟ بنقول انه هذه النقطة تبتعد عن الواي بقيمة مثلا ثلاثة، اوكي، وبالنسبة للاكس تبتعد بقيمة مثلا نص، تمام، ثلاثة ونص. طيب أروح على draw point، رسم نقطة. هذه النقطة تنزاح عن الواي من هذه النقطة، يعني أنا الآن بضغط هنا من هذه النقطة بقيمة ثلاثة بالموجب، وعن إكس بالموجب، يمين الإكس دائما موجب، يسار الإكس، يمين النقطة اللي أنا برسمها موجب، يسارها سالب. أعلى النقطة اللي برسمها أيوه، أعلى النقطة اللي برسمها موجب، أسفلها سالب، تمام. طيب هنا بكتب بوينت خمسة وهنا ثلاثة، ومن هذه النقطة ألاحظ إنه ارتسمت معي هنا نقطة في هذا المكان،
تمام. بس هذه بتسبب لي خط بهذا الشكل، انا مش تيهاش تكون بهذا الشكل، معناته النقطه هذه اللي رسمتها انا غلط. خليها تبعد 2.7، وهذه اقللها مش نص، خليها 0.2 مثلا من هذه النقطة. بس هي قليلة معنا لو هكذا واحد ونص. ها هكذا تمام. اوكي طيب، النقطة الثانية بخليها هنا مثلا، هنا واحد، قول 8 8 بوينت 8 وتبعد بمقدار واحد تقريبا. تمام اوكي. بهذا الآن برسم خطوط بهذه الطريقة، نكون رسمنا جسر دوراني. هذا الآن يعتبر كامل كتلة واحدة. أوكي. تمام؟ يعني ما هو ظاهر لك مشاكل في المستقبل؟ لا بالعكس، هكذا الآن أوضح ما يكون. طيب، أروح أخفي هذه الشبكة من الجريد، من هنا. تمام. أروح على جريد لاينز جلوبال أكسس، مشتيهمش. ألاحظ إنه نفس المشروع تكون معي. تمام؟ باقي حاجة. ها اكسترين اسم الامر ما لم صح اكسترود اكسترود اكسترودن عشان تظهر لك مع الكتل. حتى هنا المفروض انه لا هكذا قصدك؟ ايوه هكذا. كيف شفته؟ مبنى قدامك صح؟ عمارة، سويت عمارة الآن. هذا شعور أي حد يدرس اي تابس. بس باقي ما حد يشتغل، يقول لك ها شوف كيف الآن قدامي عمارة مسبعة مربعة. صح ولا لا؟ طيب، بهذه الصورة نكون انتهينا من نمذجة العناصر الخطية في هذا المشروع.